وبعد الفاصل المبهج اللي ابتدى معانا على طول رمضان بدري ده، خلينا نبتدي معاكم ونتابع أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهتنطلق فعاليات مؤتمر تعزيز الحياد التنافسي التجربة المصرية والدولية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء لاستعراض الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، وده بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة القطاعية وممثلي الجهات الإدارية بالدولة ورؤساء اللجان الاقتصادية بالبرلمان وممثلي مجتمع الأعمال والخبراء من مختلف المؤسسات الإقليمية والدولية. النهاردة وفقاً لما أعلنت عنه دار الإفتاء المصرية هو المتمم لشهر شعبان، وبكرة الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك. النهاردة هينضم إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي لمعسكر المنتخب الوطني على أن يشارك في التدريبات اليوم وغداً ويكون جاهز للمشاركة في مباراة المنتخب وملاوي المقرر لها يوم الجمعة. النهاردة هيلتقي منتخب مصر الأولمبي مع نظيره الزامبي الساعة 6 بالليل باستاد الدفاع الجوي في ذهاب الجولة الثالثة المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، وهي البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، ويلتقي المنتخبان في مباراة العودة بزامبيا يوم الأحد المقبل.